وده اللي بنقوله حتى في التربية الإيجابية، إن هو في التربية الإيجابية برضه مش لاقية ترحاب عند بعض الناس اللي بيسموهم أولد فاشن، اللي هو التربية الإيجابية إيه وما ضربش ابني إيه وما عاقبش ابني إيه. هو التربية الإيجابية هو منهج شبه غربي، لكن لازم يتعرب بما يتناسب مع البيئة المصرية. شبه غربي هو لا منهج، ما هو لازم. هل في من المدارس الشرقية اللي طبعا طبعا على فكره يا مصطفى، هو مصطلح سيء السمعه او تحول لمصطلح سيء السمعه. احنا ما دورناش في مناهج التربيه العربيه، نلاقي حاجات كتيره جدا تدعم دي. على فكره حتى لو المنهج الغربي بيقول ادعم ابنك الثقه ما لا حدود، ده غلط واثبت فشله وخلاهم يكذبوا وخلاه ينافق وخلاه يبقى عنده نوع من الانانيه، وخلاه يتوهم ان هو عنده قدرات وهو ما عندوش قدرات. ودي مشكله، ودي المشكله يعني. تفضل تديله ثقه كتير الثقه دي، ولما يوصل لمرحله الثانويه فلما المجموع بتاعه يخسع شويه فيقولك لا انا استحق اكتر من كده. ونسي ليه؟ لانكم انتوا، ويجي الابوين كمان، اسمها ضلالات حقيقيه دي بقى. هم شايفين ان هو فضله 16 سنه بيدعموه بالثقة ان هتجيب مجموع، واول ما يحصل الواقعية بتاعته ما يجيبش المجموع المتوقع فيقول هو عامل اللي عليه، لكن كان في مشكلة ما في الدرجات، كانت في مشكلة ما في التصحيح، وهو ما شافش حقيقة تقدير عقلية ابنه. فهنا احنا بنسميه بلاش الثقة الزايدة اللي بندفعها لأولادنا، خليكن حقيقي، خليكن طبيعي. كل ما كان حقيقي وطبيعي كل ما ده اداله نوع من الصمود والمرونة ان يواجه.